وفي قرية الدير خبيئة التابعة لريف دمشق، وسطت قوات جيشنا الباسل الأمن والاستقرار في القرية بعد أن قامت العصابات الإرهابية المسلحة بترويع المواطنين ونهب وتدمير ممتلكاتهم وقطع الطرقات واستخدام الجوامع والأماكن العامة والمؤسسات والمباني الحكومية كمنطلق لأعمالهم الإجرامية. وقد بدأ المواطنون بالعودة إلى قريتهم بعد تطهيرها من رجس العصابات الإرهابية المسلحة على يد قواتنا الباسلة، شاكرين لهم تضحياتهم في سبيل عودة الأمن والأمان إلى قريتهم، متوجهين بالدعوة إلى من لم يعد من أبناء القرية بالعودة إلى منازلهم آمنين. الحمد لله بعد ما الجيش السوري فات على البلد صارت الأمان الحمد لله. الوضع هذا شفت عينا في العالم ترجع. يعني والله الوضع طبيعي. أتمنى كل أهل الخير ترجع البلد لأن البلد صارت الأمان الحمد لله بعد الجيش السوري. الله يخلينا الجيش ويحمينا إياه لأنه هو سندنا والله. أتمنى أن العالم ترجع البلد. الأمور الحمد لله هديت وما في شيء وكتر خير الشباب ما عم يعملوا إلا معاملة طيبة. يا عمي والله فاز المسلحين خربونا بيوتنا يا عمي. روحوا شوفوا ما خلوا لنا شيء كله سرقوه. لولا ما فات الجيش الله يحميه يا عمي، الله يحمي الجيش السوري. الله يحمي الجيش السوري يا عمي. إلى ذلك فككت وحدات الهندسة عددا من العبوات الناسفة على طريق دمشق القنيطرة معدل التفجير عن بعد، زرعتها العصابات الإرهابية لاستهداف المواطنين والمارة على هذا الطريق.